اللي انت شايفه النهارده والاحداث اللي بتحصل النهارده دي هي يعني ملهاش غير تفسير واحد، هو مش النهارده بس الحقيقه، بقى فتره وعلى طويلة. فتره طويله كبيره جدا. فخلينا احنا يعني نسرد الموضوع بخطواتها. ايوه يا فندم. النهارده دور النادي الاهلي ايه؟ او من هو مسؤول في النادي الاهلي ايه؟ او ما هو مسؤوليتك تجاه المجتمع في النادي الاهلي؟ النادي الاهلي يحترم ويلتزم بالميثاق الاولمبي واللوائح والقوانين الدوليه التي تحكم الرياضه على مستوى العالم. واول حاجه في هذا الميثاق كان عدم خلط الرياضه بالسياسه. وده اللي النادي الاهلي متمسك بيه، والنادي الاهلي كان بينادي بيه طول عمره، واحنا ملتزمين بيه. واخلاق النادي الاهلي ومبادئه طبعا. واخلاق النادي الاهلي ومبادئه. هذا الاطار اللي يمكن اتفسر في كثير من الاوقات بصوره خاطئه. عدم خلط السياسه بالرياضه شيء، ولكن وطنية النادي الأهلي وجماهيره وجمعيته العمومية ومجلس إدارته لا أحد يزايد عليها. مظبوط. مش من حق حد يزايد عليها. ومش من حق أي مخلوق النهاردة يتهم أو يكون سبب لغرض ما لتشويه صورة النادي الأهلي، لأن ده مش هيحصل. ويمكن ناس كتير جربت، ولكن النادي الأهلي بيفضل زي ما هو. احنا النهاردة موجودين في مكاننا، بكره احنا مش موجودين. ايوه فندم. ولكن احنا على طقنا امانه، اقسمنا قدام ربنا سبحانه وتعالى وتعلمنا كده طول عمرنا، اللي احنا لازم زي ما استلمناها هنسلم الامانه واحسن منها ان شاء الله باذن الله يا رب العالمين. ان شاء الله. فده المنطلق اللي انت بتشتغل بيه، وده ما عهدناه الحقيقه في كل مجالس ادارات النادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين. ما ينفعش، ما ينفعش النهارده نزايد، ولكن النادي الاهلي ملتزم بعدم خلط الرياضه بالسياسه. تمام يا فندم.